الله في الجهاد يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. طيب، الذي يذكر الله كثيرا وهو حامل السلاح وفي ميدان الجهاد وأمام العدو، مش علاقة الذكر ليست رصاصا يطلق ولا قنابل تفجر؟ فما معنى أن يكون الذكر عدة للمجاهد وسط الميدان وأمام الصفوف وتقارع السيوف؟ مش علاقة الذكر، الذكر عامل معنوي كبير يثقل القلب ويثبت البدن يا أخي. إذا كان الذكر ثباتا في المحسوسات في الجهاد والقتال، فكيف هو في المعنويات؟ كيف هو في تماسك القلب وإيمانه وثباته واستقامته؟ الذكر دواء عجيب والله يا إخوة. ولأننا ما أقول هجرناه، لكن أقول ابتعدنا، والله لا نحسن أن نصف أثر الذكر وعجيب صنعه في القلوب، لا نحسن أن نصف، ولا يحسن أن يصفه إلا قلب فتح الله عليه أبواب الذكر فانغمس فيها وتلذذ ووجد أثر الذكر في تشييد أركان القلب. الذكر عجيب، أعمدة تبنى عليها القلوب، أركان تبنى عليها دعائم الإيمان في حياة العباد. الذكر: ما أدمن عبد ذكر الله إلا قوى الله قلبه وجنانه وإيمانه. في الذكر لله عز وجل تجد شيئا عجيبا، أنك مهما أحاطت بك الظروف الصعبة والكربات الملمة تشعر أنك في حصن حصين وأنك تلجأ إلى ركن شديد. والله من أدمن الذكر، والله مهما اجتمعت عليه مصائب الدنيا، ديون وكربات ومشاكل وغموم وقضاء، والله إن غمس قلبه في قالب الذكر هانت عليه كل تلك المصائب في الحياة، وأصبحت الابتلاءات نسمات عابرة تمر به يتقوى عليها بذكر الله جل جلاله. حسبك عبد الله أنك إن ذكرت الله ذكرك الله، وإن ذكرك الله في ملكوته الأعلى أتظن أنه سيتخلى عنك؟ لا والله، من شرفه الله فذكره عند ملائكة السماء ليتولاه ربه سبحانه وتعالى. وإذا تولاك الله فمما تخاف؟